يستهل فريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصلحي المدير الفني مشواره نحو الاحتفاظ ببطولة إفريقيا للعام الثالث على التوالي بمواجهة فريق إنجيز الإيفواري في اللقاء الذي يقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة في 8 من مساء اليوم الاثنين. يسبق هذا اللقاء حفل افتتاح البطولة الذي يحضره أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة الاتحاد الإفريقي برئاسة الدكتور عمرو علواني، ومن المقرر إقامته في 7 من مساء اليوم. كان الأهلي قد نجح منذ أيام قليلة في تنظيم بطولة إفريقيا لأندية السيدات رقم 30 التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل وصالة الشهداء بأهل الجزيرة، وتوجت سيدات المارد الأحمر باللقب بعد مباراة كبيرة أمام سيدات قرطاج التونسي بنتيجة 3-1. يسعى الشياطين الحمر لحظ اللقب رقم 14 تاريخيا لهم بالبطولة القارية، كما أن الفريق يأمل لتكرار الإنجاز التاريخي وهو الفوز باللقب للعام الثالث على التوالي لتكرار إنجاز أعوام 95 96 97 بعدما سيطر النسر الأهلاوي على الطائرة الإفريقية وحلق بعيدا عن كل منافسيه. وكان محمد مصلحي المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي من المقرر أن تخوض منافسات البطولة التي ضمت كل من عبد الله عبد السلام، أحمد صلاح، عبد اللطيف عثمان، حسام يوسف، أحمد سعيد، عبد الحليم عبو، محمد عادل، عبد الرحمن سعودي، محمد رمضان، محمد معوض، أحمد عبد العال، محمود رؤوف، محمد عبد المنعم، والروسي سيرجي بيريتسيف.